وللمزيد ينضم إلينا أو تنضم إلينا عبر الهاتف من ساحة التحرير الناشطة المدنية الدكتورة ذكرى عبد الصاحب. أهلا ومرحبا بك دكتورة ذكرى. بداية، اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت اليوم إلى تظاهرة مليونية، كيف ترين استجابة المتظاهرين لهذه الدعوة؟ نعم أخي، شكرا جزيلا وشكرا لقناتكم التي تغطي جميع فعاليات التظاهرات. حقيقة هذا اليوم هو صار لنا أكثر من شهر ونصف نحن متظاهرين، نحن كوطنيين مثقفين نتظاهر مع الشباب ونتكاتف معهم لأجل نيل الحقوق وأيضا لإرجاع وطن سليم. اليوم هي التظاهرة المليونية بإذن الله تتوافد الآن إلى ساحة التحرير وفود مستمرة منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، وأيضا في المساء ستكون أكثر تجمعا، وهناك فعاليات كثيرة ستكون في الساحة، منها عرض مسرحي ومنها رسوم للشباب، وإضافة لتقديم العلاج والخدمات من غداء من يعني عصائر وشاي، ويعني كثير الحمد لله، وكأنه عراق مصغر في ساحة التحرير. طيب، رغم محاولات فض ساحة رغم محاولات فض ساحة التحرير ست ذكرى فجر أمس وليلته، هل لازال أو لازال المتظاهرون صامدون؟ يعني ما تفسيركم لهذه الروح من قبل المتظاهرين؟ والله ليلة أمس كانت ليلة حقيقة، يعني أنا ما كنت بالساحة، كنت في بيت لكن بعد كيلومترات، أنا يعني أضج من المضجع وأرجع للأرض من كثر الضرب، وال يعني ما اعرف انواع الاسلحه وانواع الامور اللي يعني اكو ضرب كان جدا قويه، كانت وكانه يعني انفجار مدينه كامله وكانه حرق مدينه كامله حسيت. لكن الحمد لله نحن صامدون، اولادنا شبابنا صامدون لله الحمد، وان شاء الله هم بصحه وعافيه. كم ياخذون منا نحن نزيد، كم ياخذون لان امهاتنا ولاده وارضنا ولاده، ونحن لن نتلازم عن حقوقنا الى يوم يبعثون. طيب، يعني لو يبقى نفس واحد من عندنا احنا ناخذ حقوقنا من الطغمه الفاسده اللي جت في سلبت حقوقنا، سلبت حتى الاخلاقيات من البلد. طيب، ليله امس يعني وبمجزره جديده بعد مجزره الفجر، استشهد متظاهر واصيب 60 في ساحه خلاني، هل لديكم اي تفاصيل حول احداث امس؟ ليس متظاهر واحد، لا لا لا، خمسه في مكان واحد، خلاني خمسه شهداء غير اللي احترقوا، صار اكو عندهم ضرب حريق في الطابق فوق، اعتقد من خلال يعني اعتقد الشظيه او هيك شيء، يعني بطانيه احترقت عندهم فاحترقوا جثتين. لكن ست ذكرى، يعني هي يعني خمسه حصيله شهداء يوم امس بشكل كامل، نحن نتكلم عن احداث الليل، في تلك الليله يعني استشهد شخص واحد. اذا كل الليله معناته خمسه، لان انا ما كنت امس، يعني شوي عندي في صحه هالايام، احيانا اتراجع واحيانا اروح يعني واحيانا يكون عندي مشاغل خارج تحضيرات للساحه، مثلا اما تكون عمل عندنا او اي تحضير للساحه يكون. طيب، احيانا يكون خارج الساحه. كيف اثرت محاولات يعني القوات الحكوميه لفض الاعتصامات في ساحه التحرير وسقوط الشهداء في ساحه خلاني على ثبات المتظاهرين؟ يعني هل كان لهذه الاحداث اي تاثير على المتظاهرين؟ ابدا، انا لو تعرف البارحه يمكن ارسل لك الفيديوهات اللي انا كنت ماشيه بالمكان يعني تحت جسر سمك، وكان المكان فارغ ومخيف، حرق وفارغ فارغ، الحرس بالعماره اللي قبل الجسر، قلت راح ادخل منه، قلت لهم انه راح ادخل منه من هذا الشارع، قالوا شو تسوين داخله منه، قلت لهم اقرب يعني ما اقدر افتح، شوي عندي صحه مو تمام يعني خلي ادخل، دخلت في مكان مخيف جدا، فقالوا لي وين داخله، قلت لهم انا وبالقناص، يعني لهالدرجه فور فتت في مزابل ومحارق ومكان يعني ولا كانه هذا شارع رشيد الجميل، شارع رشيد التاريخي اللي يعني الحكومه اللي تاسست به منذ العشرينات. طيب، يعني اليوم عفوا وزير الدفاع في حكومه بغداد القى بتبعيه قتل المتظاهرين على من سماه هو بالطرف الثالث، برايكم من هو هذا الطرف الثالث؟ للأسف. نقول للاسف، إذا كان طرف أول أو كان طرف ثالث فهم السبب وهم المفتعلون لهذه الأمور، لأنه أين تكون الحكومة لو ما تعرف أن هناك قوات في داخل المدينة، أو أنه ما تعرف من الغريب اللي داخل بالمدينة، أي حكومة هذه؟ أي حكومة اللي ما تقدر تحمي نفسها، مو بس تحمي الوطن، إذا ما تحمي نفسها كيف تحمي المواطنين؟ كيف تحمي ملايين المواطنين؟ كيف تحمي مقدساته؟ كيف تحمي حدود الوطن إذا كان هو ما يعرف؟
الطرف الثالث هم، الطرف الأول هم، لأن هم تابعون لأديال، هم أديال لميليشيات ولرؤوس كبيرة، هم تابعين لرؤوس كبيرة حقيقة، كل العالم يعرفها، هم تابعين لرؤوس كبيرة، وهذه الرؤوس يد تتحكم بهم، هم مجرد لابسين بدلات، مجرد يطلعون أمام الشاشات التلفاز يعني يبينون نفسهم أن هم وطنيين وهم سياسيين محنكين. في حين أنا حتى كتبت على الفيس أنه هذا وزير الدفاع نفسه في حياته ما صار رسبانة يعني في برغي، ما صار رسبانة في برغي، لأنه بعده أولا أمره وخبرته، ثانيا لبسه وهندامه وإيديه حتى ما بيها خشونة وكأنه يأيد امرأة. هذا وزير دفاع يصير؟ وين كان عبد الجبار شنشل؟ وين كان عبد الجبار؟ أنا لست مع الحكومة السابقة، أنا ضد الحكومة، ضد المقبورين، أوكي؟ لكنه أكو هناك كانت رؤوس، كانت رؤوس، كانت أكو ناس محنكة، تعرف نعم. كيف تعمل، نعم. تعرف كيف تحكي، نعم. الناشطة المدنية الدكتورة ذكرى عبد الصاحب كنت معنا عبر الهاتف من ساحة التحرير، شكرا جزيلا لك.